أنا اسمي سعيد إبراهيم، حارس المقابر أو هذا الجزء من المقابر اللي هي قائمة مقابر الغفران الجديدة. فأول يعني الدكتور أحمد جنس لما جه كنت أول نوبة أسمع عنه أو أقرأ له حاجة، لأنه يعني إيه ما بقراش أنا كتير زي كده. بس بصراحة أما يوم إداء الجنازة بتاعته كانت أعداد ما أقدرش أقول لحضرتك الوصف بتاع الأعداد أو كم الناس اللي جايين على جميع بقى الطوائف، يعني اقباط مسلمين ولا مرد محمد. وبعد لحد يعني كان هنا يجي 3 4 ايام كانت ناس بتيجي لحد ميل عريش، كانوا ساعات اقفل البوابه هنا الساعه 10 بالليل. حب بس اطلع كده اجي ابص على الورق اللي يعني الشباب او محببي بيكتبوه له، يعني بقت تستاهل ان انا ايه اقرا، يعني اتوغل في ايه ابص اشوف الراجل ده ايه، يعني كان ايه اللي كم الناس اللي بتحبه دوت او اللي بيقولوا ان ما حصلش وما سبقش لها مثيل ان حد يجيله لحد الان، ان زوار بيجيله لحد الان من جميع طوائف الشعب. وفي هنا في المنطقه هنا فعلا شباب كتير هنا بقى لما نزل على النت جم فتحت لهم هنا من اللي حوالينا، احنا عايزين نشوف مقبره الدكتور احمد اللي الناس بتتكلم عليها دي، جم برضو بقى يقرم ويصوروا بعد ال ولحد الان اهله بيجوا على طول. وشباب بقول لك يمكن يوميه، ويوم ذكرى وفاته كان هنا اعداد ما اقدرش اقول لك وصفها ايه. الحاجه اللي انا استغربت لها جدا ان في اخوه مسيحيين جم بنات ورجاله وبقى يعيطوا بطريقه يعني ولا كانه يعني ايه هم مننا او احنا منهم، عياط بحرقه عليه. وبصراحه يعني انا دي اللي جذب انتباه لهم وبقت يعني واقف قصاره. يبقى اذا الراجل ده كان حاجه اقول لك ايه اسطوره. فتقريت نبقى فعلا كلمه يقول لك احنا يعني تقريبا كان موصيهم ان هم يجوا بعد وفاته انه على طول ما ينقطعوش عنه، اقول لهم خليكم على العهد لان الراجل ده يعني من كتاباته وان انا شفته يستاهل انتوا تجوا له وتترحموا عليه بقدر استطاعتكم. انا كنت اتمنى ان انا كنت قابله وقعد معاه. حبيت الدكتور احمد من غير ما اشوفه على السمع اللي انا سمعته من الناس اللي يكمل عليه اللي بيجروا وبيشكروا فيه. يبقى ده يزن راجل ما كانش كويس، ده راجل كان يعني ربنا بيحب انه حبب فيه يعني الجمع ده كله. اقول له في ختام كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور، وعيد ميلاد احسن في الجنه ان شاء الله، وربنا يوفيك حقك وقدرك وتكون يعني في اعلى عليين.